نيويورك ستاد ريمس الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 24، وين كانت المباراة؟ شنا كيفاش كانت المباراة؟ شنا أهداف الشوط الثاني بعد ما شنا الشوط الأول وين كان فيه فرص ضائعة، خاصة وين ستاد ريمس نقولوا باللي ضيع الفوز تاعو في الشوط الأول وين كان يلعب مليح. شنا كيفاش ستاسبورغ وين لعب بخطة 4-5-1، تيريورلي اللي لعب بهذه الخطة، شنا المدرب تاع ستاد ريمس اللي دخل بخطة 4-3-3 وين أضاع الأهداف في الشوط الأول. يعني شنا كيما الشوط الثاني وين كان وين شنا الإسكندر اللي دخل في المباراة مباشرة في الشوط الثاني في الدقيقة 50، الإسكندر اللي سجل الهدف في الدقيقة 50، شنا عبد المجيد واريس اللي سجل الهدف وين قضى على أحلام ستاد ريمس من بعد ما كانوا مسيطرين في المباراة في الدقيقة 82. هذه هي مات شنا كيني لالا شنا الإسكندر شنا كيفاش أندريان شنا كيفاش جيان شنا محمد سيمي كان شنا كيفن، يعني من جانب ساسبورغ شنا كيفاش نيكولاس، من جانب ستاد ريمس شنا حسن كامارا أكسيل شنا يونس عبد المجيد شنا كيفاش كونانا شنا كونان، يعني شنا دياليك شنا ماريشال شنا كيفاش مباكو اللي دخلوا لكن بدون جدوى، دخل وين المدرب دار 3 تغييرات لكن بدون جدوى. هذه هي المباراة اللي كانت نقولوا بلي شوط أول كان فورست تاع ستاد ريمس اللي ضيع أمام الحارس مات سيليسا في الشوط الأول، خاصة في الدقيقة 25 وين موسى ديومبي اللي ضيع هدف كان محقق، خاصة وين نقولوا باللي ستاد ريمس وين أضع الفرص تاعو في الشوط الأول. ستاسبورغ وين يقول لك الخطط، يقول لك الشوط الأول تاع لاعبين الشوط الثاني تاع مدربين، تيريوري وين عرف كيفاش بخطة كيما نقولوا احنا وين غلق كل منافذ ب4-5-1 ولعب على الكرات المرتدة وين خادع ستاد ريمس بهدفين جميلين. هذه هي المباراة، مباراة اللي كانت شيقة، مباراة كانت جميلة، الجولة 24 الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ستاسبورغ هدفين ستاد ريمس. صحيح.